انتوا عارفين الكلمة دي اتقالت كم مرة النهاردة؟ الكلمة دي اتقالت أكتر من 40 مرة من ساعة ما انتوا جيتوا، ويمكن ده السبب اللي خلاني أجي أطلع أتكلم معاكم في الموضوع ده بالذات. إن نسبة الطلاق في مصر وصلت ل 40%، وده يمكن السبب اللي خلاني أقف أقول طب ليه؟ وعشان إحنا مصريين فإحنا سيبنا كل حاجة في العالم حلوة واخترنا الطلاق عشان نحتل فيها المركز الرابع في الوطن العربي والمركز العشرين على العالم. بسم الله ما شاء الله، والله نتحسد. وعشان احنا دايما محسودين فاول سبب من اسباب الطلاق طبقا لمنظمة الاسرة هي الفلوس، وده بيمثل 42% من حالات الطلاق اللي موجودة في مصر. يعني مينفعش تروح تقولي لجوزك عمر انت شفت مراد ابن عم تخوص خالتك يجيب لمراته ايه؟ جاب لها ايفون 7، هي مش احسن مني في حاجه، انت هجيب لي ايفون و8 وقبل ما ينزل السوق ويكون ماضي عليه كريستيانو رونالدو. لا ما ينفعش، وبالذات الولد. لما تكونوا رايحين فرح مهم فاعرف ان انت مش هيهمك الموضوع، بس هي هتفضل مجهزه للفرح ده من قبليه بتسع سنين فاتوا، وهتفضل تجهز في مليون حاجه، في حين ان انت ممكن تكتشف ان انت اصلا ما عندكش بدله وانت جوه الفرح. فهي دايما هتقعد تسالك طب البس الفستان ده ولا ده، البس الابيض ولا الاحمر، البس الطويل ولا القصير، البس اللي بكم ولا من غير. انت طبعا خلصي، بس انت لازم تهتم بالموضوع ده وتبين اهتمامك بيه، وما تبقاش طول النهار قاعد مع اصحابك على القهوه فاتح بقك مترين ومبسوط جدا معاهم وانت ألذ واحد في القعده، واول ما يجيلك تليفون منها زي ما كلنا بنعمل الو. لا، لازم تديها اهتمام زي ما بتدي اهتمام لاصحابك، تديها هي برضو اهتمام. وتاني سبب موجود في مصر من حالات الطلاق هي مشكلة تدخل الاهالي، ودي بتمثل 25% من حالات الطلاق اللي موجودة في مصر، اللي هي دايما كلمة معروفة. شفت مامتك قالت ايه؟ دي دايما على طول لا ما تدخلوش الاهالي في الموضوع خالص. وتاني سبب ده انتشر مؤخرا في مصر عامة وده بيمثل 11%، وهي صغر سن الزوجين. وده انتشر في الاخر بسبب الناس كلها عايزه تتجوز، ان البنت اول ما بتوصل لسن الجواز، هو ممكن بس حد يقول لي ايه هو سن الجواز؟ يعني انا مش عارف ايه هو سن الجواز، ممكن حد يقول لي؟ ايوه انت اللي بتبص هناك، ممكن تقول لي ايه هو سن الجواز؟ يعني هل بناخد شهاده مثلا اول ما بنوصل لسن معين؟ لا، هي مش سن معين بتوصل له. فالبنت اول ما بتوصل لسن الجواز الام مش بتبتدي تفكر في اي حاجه غير ان هي تجوز البنت. يعني انا فاكر ان انا اول ما اشتغلت في الشركه اللي كان نفسي اشتغل فيها رحت لمامتي البيت، وطبعا انا مبسوط جدا، قلت لها ماما انا اشتغلت في الشركه اللي كان نفسي فيها. قالت لي مبروك يا حبيبي عقبال ما تتجوز. اللي هو ماما انا بقول لك انا اشتغلت، انا كنت لسه عبطت حتى، ما كنتش معايا غير 20 جنيه في جيبي. فيمكن الام دايما بتركز في الحته دي، وبسبب مشكله صغر سن الزوجين اتخلقت مشكله تانية اللي هي عدم تحمل المسؤوليه. طيب عدم تحمل المسؤوليه دي بتيجي، يعني كان في قضيه موجوده في منظمه الاسره ان 2 اتجوزوا، الام خلفت ابن معاق عنده متلازمه داون، الاب رفض يعترف بالابن واتهم الام ان ده مش ابنه، وده طبعا قمه الانانيه وعدم تحمل المسؤوليه. فهنا المشكله ان الاثنين مش متحملين مسؤوليه بسبب صغر السن. طيب انا عمال اقول لكم في حاجات كآبه وارقام ومليون حاجه، انا حاسس ان انتم ممكن تضايقوا مني، ونفس الراجل اللي كان بيبص شمال اللي ماسك تليفونه حاسس ان هو ممكن يمشي. طيب تعالوا نروح الحته ايجابيه شويه ونقول ايه اللي بيخلي 60% من العلاقات دي تكمل، وهو حاجات كتيره قوي بس اهمها هي مبدا التنازل. بمعنى واحده فيكم النهارده جوزها ما كانش عايز يجي معاها النهارده الايفنت، فهي قعدت تقنع فيه وتقول له تعالى معلش، تعالى معلش يا حبيبي، طب تعالى وهسيبك تقعد مع اصحابك، طب تعالى وهعمل لك المنبر اللي انت بتحبه، طب تعالى ده حتى نشوف خالد. فهو اتنازل عن حاجه هو ما كانش عايزها اللي هو يجي يشوفني في سبيل حاجات تانية انت هتعمليها قدام، زي ان انت تسيبيه يقعد على القهوه مع اصحابه، زي ان انت تبطلي تتكلمي عن سحر وجوزها اللي كل شويه بيصيفوا في المالديف وابنهم سيف اللي بخدود اللي دخل مدارس اجنبي وتقعدي تكرهيه في عيشته. فانت
اتنازلتي عن حاجات في نفس الوقت هو اتنازل عن حاجات. فوجود مبدأ التنازل ما بينكم هو اللي بيخلي أي علاقة تكمل. وعشان أي علاقة سليمة تكمل فأنا كنت عايز أقول ثلاث حاجات. البنت اتعلمي إن الجواز مش هدف تجري وراه، إن مستقبلك ودراستك هو هدفك في الحياة. ما تتجوزيش عشان لقيتي عريس لقطة أو عشان خايفة إن قطر الجواز يفوتك. لا، اتجوزي لما تلاقيه اللي بتحبيه. ما تعوديش إن دايما إن قيمتك في الجواز، قيمتك في نفسك، قيمتك في عقلك ومستقبلك. وعرفي إن أنت تكسري حاجز الـ30 وأنت مبسوطة أحسن بكتير ما تكسريه مع راجل وأنت 30 بس من جواكي 50. الولد ما تتجوزش عشان مع الولد اتعلم ان انت ما تتجوزش عشان معاك فلوس وخلاص. ما تخليش اهلك يصرفوا عليك، اعتمد على نفسك وكون مستقبلك بنفسك. واعرف كويس قوي ان اللي جاب الفلوس بنفسه هيحس بقيمتها قوي غير اللي اهله صرفوا عليه. واعرف ان الانسانة اللي انت اخترتها هي اللي هتكمل معاك في الاخر، مش اهلك اللي هيكملوا. الاهل علموا اولادكم ان الجواز وسيلة مش هدف. علموهم نعمتهم في مستقبلهم ودراستهم. علموهم ان الجواز مش حاجة احنا بنسعى اليها، بالعكس هي بتيجي معانا واحنا ماشيين في سكة الحياة. بالمناسبة انا اكتر اتنين بحبهم في حياتي هم موجودين معانا النهاردة، هو والدي ووالدتي. الاتنين دول اكتر اتنين انا بحبهم، واكتر حاجة بتزعلني لما اشوفهم هما الاتنين متضايقين من بعض. ويمكن عشان هما قدروا يوصلوا لي الحب اللي ما بينهم عشان كده انا موجود معاكم النهارده. ايه ده؟ وبعد اذنكم انا عندي واحده رايحه اطلقها.